صح فطوركم ورمضان كريم إن شاء الله. في برنامج هي الروح نبحث عن روح الأمور، عن روائح وقصص وحكايات بنشوفها برمضان وبغير رمضان، ولكن في برمضان إلها نكهة خاصة. أنا مني وعلي بحب فنجان القهوة بعد الفطور، مشان هيك حبيت أشارككم قصة فنجان القهوة وكيف وصلنا عنا، وبنفس الوقت أعملكم القهوة معاكم لعل وعسى أفتح نفسكم على فنجان قهوة وتستمتعوا فيه مع أحبابكم. هي الروح حعمل معاكم القهوة هون على الطاولة وأحكي لكم كيف رحلة حبة البن من اليمن إلى كل العالم، لدرجة إنه في البرازيل أشهر بن موجود هناك أو أشهر حبوب البن اسمها أرابيكا. أول إشي حبة البن هاي تم اكتشافها بطريق الصدفة البحتة. كيف يعني بالصدفة البحتة؟ بكل بساطة، خليني استنى المي لتغلى. بكل بساطة كان في راعي غنم، راعي الغنم هذا غنماته أكلوا من نبتة معينة. النبتة هاي كانت ثمارها حمراء زي الصورة هاي اللي هون، وهاي النبتة خلت الغنمات ليلتها ما يناموا ويكون في عندهم يقظة مبالغ فيها، وهذا فعليا اللي صار. استغرب الراعي اليمني فراح وسأل شيوخ العشيرة والعلماء وقالهم يا هل ترى اشمعنا الغنمات اللي أكلوا من هاي النبتة ما ناموا؟ فبعد البحث وبعد التجربة طبعا قرروا يجربوا النبتة هاي على حالهم، شربوها وصابتهم يقظة غريبة. هاي اليقظة خلتهم يحاولوا يطوروا قدر الإمكان على هذا المشروب أو على هذا الشراب، فقرروا فعليا أنه يحمصوا، وبعد ما حمصوه تحول لون الحبة من اللون الأخضر، لأنه بعد ما تروح الحمار بصير في لونها أخضر فاتح، بعد الأخضر مع التحميص تتحول إلى اللون البني، ومن هنا أتت كلمة بن لون القهوة. انتقلت حبة البن من اليمن إلى الجزيرة العربية ثم إلى مصر ثم إلى بلاد الشام، وكان انتقالها جميل جدا، ولكن كيف وصلت إلى العالم كله؟ حقيقة سؤال غريب جدا وجد قصته جميلة جدا. تعود قصته إلى أيام الدولة العثمانية، أيام حكم السلطان سليمان العظيم، أعتقد أنه هو آخر السلاطين العظماء في الدولة العثمانية. زوجة السلطان سليمان كانت فضولية جدا، وكان في عندها خادم خدوم جدا، وهذا الخادم مصري. ذهب هذا الخادم في رحلة إلى مصر إجازة عند أهله، وأثناء رحلته تعرف على القهوة فقرر أنه يجلب معه القهوة إلى اسطنبول، وبس جابها لاسطنبول شربها للسلطان كهدية وقالها شوفي هذا الشراب الجميل راح يهديلك دماغك وراح يريحك ويعطيكي انتعاش وطاقة ويقظة تامة وتركيز عالي، وهي هي فعليا فوائد الكافيين. أول ما شربت القهوة السلطانة زوجة السلطان سليمان ما حبتها أبدا، ولكن لحقتها بحبة من الراحة أو الحلقوم زي ما عم نحكي له إحنا، وفعليا حبته جدا أو حبت طعم القهوة وقررت تشربها كل يوم. وعلى إثر هذا القرار قررت السلطانة مساعدة خادمها بفتح أول مقهى للقهوة في اسطنبول، وطبعاً كانت اسطنبول مكان التقاء القارتين الآسيوية والأوروبية، وكان الأوروبيون بزروها كثير للتجارة وأمور سياسية، فاكتشفوا القهوة في اسطنبول فأخذوها إلى أوروبا. الغريب بالموضوع أنه أول ما أخذوا البن والقهوة إلى أوروبا، أوروبا واجهت الموضوع بأنه هذا المشروب حرام أو هذا الشراب حرام، فحرمته الكنيسة وكان لمدة طويلة ممنوع منعا باتا، ولكن بعد فترة سمح بشرب القهوة وفتحت مقاهي القهوة في كافة مدن أوروبا. الأكيد والمتأكدين منه إحنا إنه القهوة وصلت إلى العالم عن طريقنا مش عن طريق أي حد تاني، والدليل إنه أجود أنواع البن البرازيلي هو بن الأرابيكا. طبعا نستنى المي لتغلي ثم
منضيف إلها البن. أكيد ما راح أحكي لكم كيف هنعمل فنجان القهوة تاعي، ولكن ححكي لكم عن فناجين القهوة، ححكي لكم عن أنواع فناجين القهوة لدى العرب، وقديش الفناجين مهمة ورمز من رموز حياتنا اليومية وحتى تاريخية وحتى إلى يومنا هذا في المجتمعات البدوية. في 4 أنواع فناجين للقهوة لدى العرب. الأول هو فنجان الهيف، يعني أول ما يدخل الضيف إلى البيت يشرب الفنجان، وهذا معناه إنه هو آتي بسلام ومش جاي يسوي مشاكل. أما الفنجان الثاني هو فنجان الضيف، ومعناته إنه هو استمتع وقاعد وهو صار ضيف في هذا المنزل. أما الفنجان الثالث فهو فنجان الكيف، ويعني إنه صار في صداقة وود وعلاقة لطيفة بين الضيف والمضيوف. أما الفنجان الرابع فهو فنجان السيف، إذا شربه الضيف فهذا يعني إنه هو ملزم يدافع عن صاحب فنجان القهوة في أي مشكلة بيواجهها. والله هالعرب قصصهم غريبة، وقيمة فنجان القهوة كمان غريبة، وعن جد لما نبحث في روح القصة حنلاقي إنه هو مش مجرد فنجان والسلام. في آخر معلومة رح أحكي لكم إياها عن القهوة، وهي معلومة عن جد إحنا كنا بنتساءل عنها، وهي قيمة كأس الماء المرافق لفنجان القهوة. الرواية الأولى الرواية الصحية، ليش إحنا نشرب مي بعد شربنا لفنجان القهوة؟ فعلياً لغسل الأسنان من رواسب البن، وكمان لمساعدة الكلى على استيعاب كمية البن اللي دخلت الجسم بهداك الوقت مع هذا الفنجان. أما الطريقة اللي هي الرواية التركية فتعني إنه إذا أنت شربت فنجان القهوة قبل الماء تعني إنك أنت أو أنتي شبعانين، أما إذا شربتوا الماء قبل القهوة فيعني إنه أنتوا جوعانين. هاي بالنسبة للرواية التركية. أما في الرواية الشامية وهي الرواية اللي أعتقد غريبة جدا، إذا إحنا شربنا المي قبل القهوة يعني إحنا استمتعنا برائحتها ولا ننتظر حتى نتذوقها، يعني طوالي نشرب المي وكمان القهوة بعديها طوالي. أما إذا شربنا الماء بعد القهوة فهي تعد إهانة لصاحب القهوة، بما معناه إنه قهوته رديئة وبنه ذات جودة مش كويسة. فنجان القهوة يا جماعة الخير هو مرافقنا في حياتنا، مرافقنا في أفراحنا، مرافقنا في أطراحنا، مرافقنا في جاهاتنا، مرافقنا في الزواج والطلاق، وحتى أحياناً مرافق مساءنا زي وقتنا هلأ في رمضان. أنا بعرف إنه البن يعد شراب ميقظ وبيخلي الواحد ما ينام الليل، ولكن لا استغناء عنه. ففعلياً شراب القهوة شهد على كتير أمور في حياتنا، وتاريخه طويل جداً، وعمر هاي الحبة أكتر من 600 سنة، يعني أكبر من دول هلأ قائمة. فعشان هيك يجب احترامها، ويجب احترام فنجان القهوة، ويجب احترام شو نحكي حوالين فنجان القهوة. يا هل ترى قديش شهد على نم، وقديش شهد على ذم، وقديش شهد على مر اللسان، وقديش كان نفسه يسمع حلو الأخبار مش بشاعتها، وقديش كان نفسه يسمع هالفنجان حلاوة الأمور مش قذارتها. وهلأ غليت القهوة، وبقدر أقولكم اتفضلوا معنا وشوفوا هلأ كيف راح نصب فنجان القهوة اللي عن جد بتمنى إنكم تشاركوني فيه. أول إشي نأمن حالنا ونطفي النار بالطريقة الصحيحة، مش بننفخ عليها أكيد. بهاي الطريقة بتطفي النار اللي مبنية على الكاز، ومنصب فنجان القهوة ببطء. الله، يا ريتكم معي لتستمتعوا بهذا الفنجان. وعن جد أنا ما رح أشرب كاسة المي لا قبل الفنجان ولا بعد الفنجان، أنا حسحب الفنجان هيك وأقولكم صحة فطوركم ورمضان كريم، وإن شاء الله بشوفكم في حلقة جديدة من برنامج هي الروح، وإن شاء الله تشربوا فنجان قهوة يعدل دماغكم بعد يوم طويل ومرهق.